دكتور مصري من مواليد محافظة طنطا، اتدفن 28 يوم تحت الأرض وطلع عايش وبيقدر يتحكم في عقله الباطن لدرجة إنه اتلقب بأعظم ساحر في التاريخ. مين هو الدكتور طاهر بطل قصتنا النهاردة؟ وإزاي اكتسب الطاقة الخارقة دي؟ وإزاي كمان وصل للعالمية لدرجة إن ملوك الدول كانوا بيستدعوه في قصرهم عشان يشوفوا قدراته؟ وقبل ما نبتدي حكايتنا المريبة، أنا أحمد جابر، ولو أنت أول مرة بتشوف قناتي فأنا بنزل قصص وحكايات مثيرة للاهتمام، ولو أنت بتحب النوع ده من الفيديوهات يبقى ما تنساش تضغط على زرار السبسكرايب تحت الفيديو وتشترك في القناة. ويلا جاهز مشروبك الجميل ونبتدي حكايتنا. طاهر بيك دكتور مصري وواحد من أبرز مشاهير العالم في الخوارج، ولولا ضعف ووسائل الإعلام وقتها كان زمانه الأبرز في التاريخ. اتولد دكتور طاهر سنة 1879 في طنطا، وتوفيت أمه وهو لسه طفل صغير، وبعدها فترة أبوه ساب مصر لأسباب سياسية وخده معاه وطلعوا على تركيا، ومن تركيا طلعوا على اليونان وعاشوا هناك. كبر طاهر في اليونان ودرس الطب وتخرج وبقى طبيب وفتح عيادة، ورغم تفوقه في دراسته وحياته لكن نيجي للب قصتنا. طاهر كان تفوقه الحقيقي هو دراسته لنفسه ومحاولته المستميتة انه يعرف مكمن قوته وضعفه وفهم عقله الباطن، وانه يحاول يسيطر على جسمه الاسيري ويسيطر كمان على عقله وفكره ويتحكم فيهم تحكم كامل. وبالفعل طاهر اتقن كل الكلام ده وبقى يعمل افعال خارقة للطبيعة حتى العقل البشري ما قدرش يستوعبها او يصدقها. وفي العاصمة اليونانية اثينا كانت اول تجربة ليه بينه وبين الجمهور، ووسط معارضة من رجال الدين وقتها اللي شافوا ان التجربة اللي عايز يعملها هي لا تتماشى مع اي دين سماوي. طيب طاهر طلب ايه في تجربته؟ طاهر طلب انهم يحطوه في صندوق خشبي ويدفنوه تحت التراب لمدة 28 يوم، وقال لهم انه هيخرج من التجربة دي عايش، وانه وصل لمرحلة لفهم النفس البشرية لدرجة انه يقدر يراودها ويتحكم فيها. وبعد ما خد موافقة السلطات اليونانية على تجربته المريبة اعلن لكل الناس انه هيدفن نفسه في التراب لمدة 28 يوم، ووسط حضور بعض العلماء عشان يشهدوا على تجربته وانه مش هيقوم باي تلاعب او غش او اي امور خداعية، وانه هيدفن نفسه بدون الاعتماد على شيء غير قدراته الخارقة. وبعد شروط مشددة وتحضيرات للعملية وبعد فحص المكان اللي هيدفن فيه، جابوا الصندوق الخشب اللي المفروض الدكتور طاهر هينام فيه ويبتدي العملية بتاعته. وصل الدكتور طاهر وقال لهم انا هعمل حركة اغماء لنفسي، وبعد ما يغمى عليا حطوني في الصندوق وتفونوني تحت الارض وطلعوني بعد 28 يوم. وفعلا الدكتور طاهر حط ايد من ايديه على قفاه والتانية على جبهته وضغط كده على عروق اسفل قفاه، وبعدها اتنفس نفس كبير جدا ومرة واحدة وقع على الارض. دكتور طاهر اغمى عليه وجسمه اتخشب، والدكاترة اللي كانوا موجودين في المكان واللي كانوا بيحضروا التجربة فحصوه عشان يلاقوا ان النفس توقف تماما، وكمان دقات القلب توقفت وجسمه اتخشب تماما. شالوا جسمه وحطوه في الصندوق الخشبي زي ما طلب ودفنوه تحت التراب، ووسط بقى مشاعر من الخوف والاندهاش قعد كل الموجودين ينتظروا 28 يوم عشان يطلعوه، وكلهم ساعتها اجمعوا انه مش هيخرج اصلا من التجربة دي عايش، وده عشان انهم رجعوا بدقة وفحصوا كل شيء عشان يتأكدوا ان مفيش اي خدعة منه او ان في طريقة ممكن يتنفس بيها. وبعد وصلنا لليوم 28 ووصلنا لليوم المنتظر، خرجوا الصندوق الخشب من تحت التراب وفتحوه ويتفاجئوا بان لون دكتور طاهر اتحول للون الرمادي وان الجسم لسه متصلب ومتخشب زي ما هو. وقتها قالوا لنفسهم هو ده اللي احنا كنا عاملين حسابه وانه هيطلع من التجربة دي ميت. ولكن مفيش دقائق صغيرة ابتدى دكتور طاهر يتنفس ببطء وابتدت جفون عينيه انها تتحرك، وبعد 10 دقائق بالظبط من طلوعه رجع دكتور طاهر لطبيعته العادية وكأن شيء لم يكن. كل الموجودين وحضر التجربة ما كانوش مصدقين اللي شافوه بعينيهم، ولما سألوه انت عملت كده ازاي قال لهم انا مش فاكر غير ان اغميت نفسي وسجلت في عقل الباطن انه يصحيني بعد 28 يوم، وكل الايام اللي فاتت دي انا معرفش عنها شيء. ودي كانت اول تجربة ليه قدام العالم، وكان كل واقفين ساعتها في حالة اندهاش من اللي حصل. وبعد انتشار قصة تجربته الغريبة لف طاهر دول العالم، سافر ايطاليا، بلغاريا، فرنسا، سيبيريا ودول كتير تانية. وفي ايطاليا قرر انه يكرر نفس التجربة وبحضور برضو بعض الناس الدكاترة ومتخصصين، حطوه برضو في صندوق خشبي بس المرة دي حطوه جوه حمام سباحة. وبعد نص ساعة من التجربة الشرطة وصلت ووقفت التجربة، وطلع برضو بعد نص ساعة عايش ومفهوش اي حاجة. وبعدها سافر لفرنسا وقرر
تكرر نفس التجربة، بس ساعتها كانت لمدة يوم كامل وطلع برضو منها عايش. وساعتها طلعت أشعة كبيرة عليه إن هو زي الدرويش الهنود، وإن الدرويش الهنود بيعملوا نفس الحكاية، إنهم بيدفنوا نفسهم تحت الأرض، وإن الخدعة كلها تكمن في إن في قنوات أو أنفاق هم صانعينها للتهوية بتمكنهم من التنفس. وكان وقتها رد الدكتور طاهر عليهم بتجربته اللي عملها في إيطاليا وفرنسا بإنه دفن نفسه تحت المية في قاع حمام السباحة، وده دليل ينسف أي شك أو ريبة اللي هو بيعمله وإنه بدون أي خدعة. طاهر رجع تاني لمصر وعاش في بلد الأم من جديد، ولما الملك فؤاد ملك مصر عرف إنه موجود استدعاه لقصره عشان يتعرف على مواهب اللي طالما سمع عنها. ومش بس الملك فؤاد اللي استدعاه، ده في ملوك كتير زي ملك إيطاليا وملك رومانيا، وكلهم استدعوه عشان يتفرجوا على قدراته الخارقة اللي بيعجز العقل عن تصديقها. ومن القصص المشهورة ليه واتنشرت في جرائد أوروبا إن جيل طاهر صحفي أجنبي اسمه بول برينتون يعمل معاه لقاء صحفي وكمان يتأكد من صدق الكلام اللي بيتقال عليه وإنه مش مصدق كل الكلام اللي بيسمعه. وبالفعل الصحفي خد ميعاد معاه، ولما سأله عن سر قدراته الخارقة رد عليه دكتور طاهر وقال له بالنص: يجب أن نعترف بالإمكانيات الهائلة التي نمتلكها جميعا، فالناس الذين يرون هذه الظاهرة نوع من السحر أو شيء خارق للطبيعة مخطئون ولم يفهموا أن هذه الأشياء عملية تخضع لقوانين الطبيعة الروحانية التي لا نفهمها بشكل كامل. وعشان يتأكد الصحفي من خوارق طاهر طلب منه ميعاد ان يعمل بعض تجارب الخارقة قدامه، ووافق طاهر على طلب الصحفي، لكن الصحفي كان ليه شرط بانه هيحضر معاه بعض المتخصصين والدكاترة وبرضه بعض العلماء. وجي اليوم المشهود اللي طاهر هيقوم فيه بتجربته قدام الصحفي والناس اللي معاه. طاهر في اليوم ده زي ما كتب الصحفي بالظبط لبس جلابية بيضة وعقال ابيض، وعقال ده اللي هو بيتلبس على الراس، ولبس سلسلة على صدره مرسوم عليها نجمة خماسية الشكل ولونها ذهبي. وساعتها وقف دكتور طاهر والكل منتظر بداية التجربة. طاهر كان مجهز حاجات كتير، كان مجهز ترابيزه مدقوق على سطحها مسامير وسكاكين وازاز، وفي برضو ترابيزه تانية عليها لوح خشب وبرضو مدقوق عليه مسامير وازاز وخناجر. وكمان كان جايب صخره كبيره وجايب شاكوش وجايب ميزان وكان جايب ارنب وفرخه كان حاططهم في قفص وقافل عليهم، وكمان كان جايب صندوقين كبار من الخشب وكومه من الرمل الاحمر. وانطلق ساعتها طاهر في اول تجربه ليه. كالعاده حط ايده على قفاه والايد التانية على الجبهه الاماميه من الراس وضغط على العرقين اسفل القفا وطلع نفس كبير ووقع على الارض مغمى عليه. بعدها جه المساعدين الخاصين بدكتور طاهر وشالوا قطعة الصخر الكبيرة اللي كان جايبها وحطوها على بطنه، وقطعة الصخر يقال ان كان وزنها 90 كيلو. وبعدها خدوا المطرقة او الشاكوش الكبير وفضلوا يضربوا عليها وهي على بطنه ومفيش اي تأثر على جسم طاهر. وعند دخولهم للتجربة التانية قاموا بعض الدكاترة وقاسوا دقات القلب لطاهر اللي لقوها وصلت لاكتر من 130 دقة على الدقيقة، وده ضعف المعدل الطبيعي لضربات القلب. المهم بعد اول تجربة مساعدينه شالوه وحطوه على لوح خشب، لوح الخشب ده اللي كان مليان بالمسامير والازاز والخناجر. وبعد ما نيموه على الحاجات دي كلها طلعوا الاثنين مساعدين وقفوا على جسم دكتور طاهر وكانوا بينطوا لفوق وينزلوا عليه، كل ده وطاهر نايم بجسمه بالكامل على اللوح اللي مليان مسامير. وبعد ما خلصوا تاني تجربة الدكاترة لما فحصوه ما لقوش فيه جرح واحد او اي نقطة دم نزلت. وبعدها فاق دكتور طاهر من اغمائه وما كملش دقيقتين وطلب منهم انهم يحطوا دبابيس في بقه، والادهش من كده ان طلب منهم يحطوا خنجر في رقبته، ولما عملوا كده ما حصلوش اي حاجة، والادهش من كده ان ما فيش اي نقطة دم بتنزل، لدرجة ان هم عملوا جرح في وشه وقطعة ازاز وحتى جرحوا كتفه، وكانت النتيجة ان هي جروح بدون دم. ولما سألوا واحد من الدكاترة ازاي ما فيش دم كان ساعتها رد دكتور طاهر كان صادم ليهم، وقال لهم انه بيقدر يتحكم في خروج الدم من الجسم. وقتها دكتور طاهر خرج الدم من الجروح اللي في جسمه ووقفه تاني وقال لهم دي قوة الارادة ومفيش دقايق قليلة، وكانت كل الجروح اللي عملها في جسمه خفت تماما. وبعدها برضو مشي على جمر وبرضو مفيش اي الم او اي احساس باي نار تحتيه، لدرجة ان الدكاترة قالوا ده ممكن يكون واخد مخدر او واخد نوع من المخدرات، وبرضو كشفوا عليه وطلع انه طبيعي جدا. وبعدها نوصل لمرحلة الارنب والفرخة اللي كان حاططهم جوه القفص، وهو عمل فيهم ان هو نومهم مغناطيسي قدر يتحكم في الارنب والفرخه ونيمهم قدامهم. وكانت كالعاده اخر تجربه ليه هي انه يدفن حي. وبعد ما انتهى الدكتور طاهر من كل تجاربه كان الصحفي برينتون وكل الموجودين في حاله استغراب وذهول وعدم تصديق لكل اللي شافوه بعينهم. وبعد نهايه اللقاء بينهم ده كان رد دكتور طاهر عليهم بالنص، وزي ما الصحفي كتب في مقاله انهم عندما يضعون المسامير في فكي فان كل ما افعله هو اجبار ارادتي على مقاومه الالم، واذا كان هذا صحيحا فلماذا لا تظهر اي جروح على جسدي بعد كل هذا الوخز. الحقيقه انهم لم يستطيعوا بعد الفكاك من اسلوبهم الذي اعتادوه في التفكير، وانهم لم يتصوروا حقيقه تفسيراتي لما يحدث. انما يحدث يعود الى اثنين من الاسرار، الاول هو الضغط على المراكز العصبيه، والثاني هي القدره على الدخول في حاله اغماء اشبه بالغيبوبه. ويمكن لاي شخص عمل ذلك، واي شخص يمكنه التدريب لايام طويله حتى يعمل كما قمت به، وهو ان اسيطر على نفسي لاداء ما اقوم به، وبدون هذا فانني لا ادعي الشجاعه على تحمل الالم، فلست مثل هؤلاء الهنود الذين يتطوعون تحمل الالم والمعاناه، وكل ما أشاركهم فيه هو قدرتي على الحياة الروحية.
وده كان رد دكتور طاهر بالنص على الصحفي بول بورينتون. وفي روائي اسمه جون كانن كتب في كتابه باسم اغرب حكايات السحر ان الدكتور طاهر مش ساحر زي ما بيصوروا البعض، وان كل اللي كان بيقوم بيه هو علم السر، وان الامر بيحصل نتيجه الضغط على بعض المراكز العصبيه بالمخ. وبعد كل اللي سمعناه والتجارب الخارقه للعاده اللي قام بيها دكتور طاهر، هل دي حاجه من فنون السحر ولا الامر ليه شكل تاني، او انه وصل زي ما بيقولوا لعلم السر؟ المؤكد ان طاهر رغم انه ما حضرش تطور التكنولوجيا الرهيب اللي احنا فيه دلوقتي، كان هيكون ليه شأن تاني من تسليط الضوء عليه وعلى اللي عمله من قدرات خارقة للطبيعة. وهيفضل دكتور طاهر أعظم ساحر في التاريخ المصري والعالم. وفي الآخر كل الكلام اللي اتقال في الحلقة مش كلامي، ده كلام المصادر والمقالات اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وأنا بحاول أجمع لك الموضوع بشكل سهل عشان يقدر يوصلك وتفهمه. وبنهاية الحلقة عرفني رأيك في الكومنتات، ولو حابب أي موضوع نتكلم فيه اكتب لي، وما تنساش لو الحلقة عجبتك إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار لأي فيديو جديد. وفي النهاية كان معاكم أحمد.